السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello second year second year students. أتكلم في نقطة كده يعني قبل ما نبدأ unit 12 النهاردة إن شاء الله. آخر النهاردة آخر فرصة للناس اللي مش شغالة معايا. قطعة الفهم زي ما قلت دلوقتي، أنا بعت أكتر من رسالة صوتية يعني. قطعة الفهم دي أنا الطلب يدخل، اللي ما دخلش لسه يعني اكتب اسمه كامل ويبعت لي الصورة بتاعة الدرجة بتاعته. وطبعا الاسماء بتبان عندي كامله. الصبح ان شاء الله اللي ما بعتش انا هشيله المجموعه دي. خلاص احنا هنبقى لي شهر دلوقتي، فبنقعد اجازة اكتر من 12 ساعه في اليوم عشان اولى وثانيه وثالثه. بنعمل فيديوهات للحصص كأن انت قاعد قدامي بالظبط، وكل يوم ببعت اسئله ببقى بص كده عندك في الشات بتاعك، وكل طالب بقى ما بيشتغلش بيطلع لعذر معين مش عارف. كل طالب معاه موبايل او طالبه يعني ومعاه نت ممكن يجيب نت ويتصرف. اللي كنت بتدفعه هنا ممكن تشحن بونت شهر واتنين. احنا شغالين مجانا من الفتره دي، ما حدش هيطلب منك حاجه. بس مش معقول احنا شغال بقى وقعد 12 ساعه وما ننامش الا بعد الفجر، وبعدين يجي طالب كده يعني يطنش خالص، لا ما عادش اشوفك السنه الجايه برضه. اللي هلغيه من هنا ما عادش اشوفه السنه الجايه قدامي لو كان في عمره في شغل يعني. ده اخر حاجه قطعه الفهم دي. عدد الطلبه بنفس العدد اللي عندي بعت ومش معايا، اوكي سيادتك بقى مش محتاج الحاجة دي خلاص. إن شاء الله يكون واحد في كل مجموعة اللي اشتغل معاه. ده من الأول وهيتنفذ من الصبح إن شاء الله لأولى وتانية وتالتة إن شاء الله يعني. Okay, today we are going to revise unit 12. Unit 12 is called Keeping Safe. How to keep yourself safe, especially at home or when you use the computer. First, we are going to take some vocab, just revise some vocab. هنراجع كده على بعض الفوكاب يعني. If you look at this, this is angle. Just adjust this first. Okay, so this is the first one. Angle means the position from which something is viewed. The position from which something is viewed. طبعا معناها زاوية. لو غيرت بقى ال L إيه بقت EL angel يبقى معناها ملاك. Right? Angle angel. The position from which something is viewed. ما ننساش كده unit 12 is called keeping safe. احنا خدنا قبل كده فيديو اتكلم على الوحدة التاسعة كلها، وبعدين unit 10 and unit 11 النهارده 12. هنكمل بعد كده ناخد المراجعة زي ما كنا قدام بالظبط. لو الطالب قدامي الفترة دي ما كنتش اقدر اديله معلومات زي الوقت. الحجج دي لا، انا ما بحبش كده، بحب الشغل الجد يعني. اللي هلغيه من المجموعة دي في تانيات او حتى في اولى ما عادش يجي لي تاني، لان مع التعب بتاعنا ده كله الوقت والطالب يطنش ويطلع لي اعذار بقى، لا انا ما بحبش الكلام ده. احنا بنعمل المطلوب مننا الوقت، الطالب المطلوب منه انه يتابعنا. انت مش قادر تتابع خلاص بقى ما تلزمناش بعد كده، مش هكرر الكلمه دي تاني. Next blink. Shut and open your eyes quickly. Blink. Shut and open your eyes quickly. Brightness. Brightness اللي معناها السطوع. The quality of light given or reflected by an object. Brightness. Flat. طبعا دي صفه. Describe something that is level, smooth and even. هتقابلنا الوقت كده when you are sitting on the chair your feet should be flat on the ground. طبعا flat لها معنى تاني مسطح مساوي برضه تيجي لي roads الطرق مثلا، بس الفعل منها flatten اللي معناها يسوي او يمهد. وعندنا flat foot يبقى قدم مستويه، يعتبر ده يعني defect احد العيوب كده في الاقدام يعني. Height مش high، هي height ارتفاع. The measurement from the bottom to the top of an object. حتى مع طول الأشخاص أسميه برضو height. Moist اللي معناها رطب. Describe something that is slightly wet, damp or humid. Permanent. Describe something that is intended to last or continue for forever. طبعا permanent دائم عكسها temporary مؤقت. Permanent temporary. Position وضع أو موضع. The location of an object. وممكن برضو تبقى منصب اجتماعي position.
ممكن تدفع احد المراكز في لعبه معينه. واتس يور بوزيشن؟ يقول لك جول كيبر، ديفندر، ميدل فيلد، سترايكر. دي بوزيشن الكتريكال، كهربائي، يوزنج اور تو دو وذ الكتريستي. الحاجه المتعلقه بالكهرباء الكتريكال. طبعا هنفرق واحنا بنشتغل دلوقتي الفرق بين الكتريك الكتريكال. الكتريكال حاجه متعلقه بالكهرباء. احنا بنفتكر بقى التعبيرات اللي في المنهج، الكتريكال انجينير ومهندس كهربائي، الكتريكال فولت يبقى خطا كهربائي، الكتريكال اكويبمنت يبقى معدات كهربائيه. ولكن كلمه الكتريك الصفه اللي هي القصيره دي معناها حاجه يعني بتشتغل بالكهرباء او بتولد كهرباء، الكتريك هيتر، رايت، الكتريك ستوب اند سو اون. فاير اكستنجشر، فاير اكستنجشر طفايه حريق، ا بيس اوف اكويبمنت يوزد فور ستوبينج اور بوتينج اوت سمول فايرز، فاير اكستنجشر. Overload يزيد الحمل، put too much electricity through something، put too much electricity through something. Overload طبعا load يعني حمل، وكلمة over بتديني معنى الإفراط الزيادة. Overload، overuse، overeat، overpopulation، overweight، كل ده صح. Point out يوضح، مش point at، point out بتساوي explain، clarify، tell someone something، point out. Simple, simple. Describe something that is easy to do or easy to understand. لما نقول مثلا simple problem مشكلة بسيطة، simple sums مسائل حسابية بسيطة، طبعا عكسها complex أو complicated. الفعل منها simplify يبسط. Socket فيشة أو مقبس كهربائي. Socket a place in a wall where you connect equipment to the supply of electricity. A place in a wall where you can connect equipment to the supply of electricity. Unplug يفصل الكهرباء، يبقى plug وعكسها ايه؟ unplug. To disconnect a piece of electrical equipment by taking its plug out of a socket. Plug, unplug. Majority الأغلبية، طبعا عكسها minority، هتقابلنا الوقت في الأسئلة. Most of the people or things in a group. Most of the people or things in a group. ده بالنسبة لي الجزء الخاص بالvocab. Let's move to the first part and راجع كده على translation from English into Arabic. تابع كده. Traffic police insist that all cars should have a valid fire extinguisher. To have a license, it's important rule that ensures safety. وأنا بشتغل كده تابع، طبعاً قال امبارح منزل كده يعني تسجيل صوته، بنقول إن هنشتغل النهاردة الواحدة 12. حاجاتنا منظمة وبنقول للطلبة هيعمل إيه، بس ال 12 بحبوش بكرهه يعني إحنا بنقول هنعمل كذا كذا في الفترة اللي جاية دهيا، ومش هنسيب حاجة عشان السنة الجاية واللغة. طيب نبدأ بإيه؟ بإنسيست. طبعا إنسيست هنا معناه يصر. تصر شرطة المرور على أن يكون بجميع السيارات طفاية حريق valid. إيه بقى؟ أقول سريعة المفعول تمشي، أو أقول صالحة للاستخدام. طبعا إحنا بنطوع اللغة بالعربي عشان تبقى صح. صالحة للاستخدام طبعا عكسها invalid. لكي يحصل على رخصة، أو لكي يتسنى له، اللي هي هاف دي برضو، يتسنى له الحصول على رخصة. كل ده بالعربي صح. تصر شرطة المرور على أن جميع السيارات يجب أن يكون بها طفاية حريق صالحة للاستخدام، لكي يتسنى لها الحصول على رخصة. It's an important rule that ensures safety. وهذه قاعدة مهمة لضمان السلامة. Ensure هنا بتساوي كلمة guarantee، يضمن أو يكفل. طبعا safety اللي هي السلامة. طبعا أنا رجعت على الكلمات الأول عشان تقابلنا الوقت، يبقى الطالب كده فاكر الكلمات. Tolerance is the willingness، دي معناها الإرادة أو الاستعداد. To accept behavior and beliefs that are different from your own. Thus we can share peace and mutual understanding. إن التسامح معناه الاستعداد أو الإرادة لقبول
behavior and beliefs لقبول السلوك والمعتقدات المختلفة عن ما لديك، عن سلوكك ومعتقداتك يعني عن ما لديك. thus اللي بتساوي كلمة therefore أو so أو consequently لذا. we all can share نستطيع جمعنا أن share peace and mutual understanding ممكن أقول إيه نشارك أو ننعم بالسلام والفهم mutual understanding اللي هو الفهم المتبادل right. Egypt will never forget its sons who work hard to build it or those who devote their lives to it. طبعا devote يعني يكرس ماشي. their efforts مجهودات طبعا offer us comfort and prosperity. prosperity الرخاء. لن تنسى مصر أبدا أبنائها الذين يعملون بجد لبنائها. ممكن أقول لبنائها تمشي أو للنهوض بها. build هنا ممكن upgrade مش promote. ولا أولئك الذين يكرسون كلمة devote زي كلمة dedicate بمعنى يكرس. ولا أولئك الذين يكرسون حياتهم لها يبقى devote life to أو devote lives to يكرس حياته لها. بول their efforts offer us comfort and prosperity فمجهوداتهم تمنحنا الراحة والرخاء. rules and laws are made to govern people's behavior. govern هنا كفعل يعني يحكم. تساوي كلمة رول جاي منها government, governor, governorate معناها محافظة. governorate محافظة اللي هو المكان ولكن governor المحافظ أو المحافظة right عشان تبقى واضحة شوي. rules and laws are made to govern people's social behavior السلوك الاجتماعي يعني. they aim at reducing harms and disorders. احنا دايما في الترجمة كده بنحاول نهرب من المجهول يعني بدل أقول بقى يتم وضع أو سن القواعد والقوانين ماشي أو إصدار يتم إصدار القواعد أو وضع القواعد والقوانين لكي نتحكم أو نحكم السلوك الاجتماعي للبشر السلوك الاجتماعي للبشر. كما أنها أيضا هنا دي معناها rules and laws يعني كما أنها أيضا تهدف إلى تقليل الأضرار و disorders كلمة order يعني نظام. طب disorder عدم النظام أو الفوضى. كما أنها تهدف إلى تقليل أو الحد من الأضرار harms وحالات الفوضى disorders. 5 Egypt is famous for its ancient monuments that attract millions of tourists. thus we should make good use of them to develop this important industry. تشتهر مصر بآثارها القديمة التي تجذب ملايين السياح لذا يجب علينا أن كلمة make good use of يعني يستغل بشكل جيد يجب علينا استغلال ذلك بشكل جيد أو يجب علينا حسن استغلالها good use of حسن استغلالها لكي نطور this important industry تلك الصناعة المهمة اللي هي صناعة السياحة يعني. The project of the new capital is a massive project which will move Egypt to new horizons. horizons اللي هي آفاق. It also created a great number of jobs. طبعا create يخلق مع jobs هنا أقول يوفر بقى لما أجي أترجم. إن مشروع العاصمة الجديدة the project of the new capital إن مشروع العاصمة الجديدة يعد مشروع ضخم سوف ينقل مصر ينقل ماشي مقولش يحرك بقى سوف ينقل مصر إلى آفاق جديدة كما أنه سوف it also created هنا في الماضي يعني مش مشكلة كما أنه خلق أو وفر a great number of jobs يعني عدد كبير من الوظائف دي بالنسبة لست جمل اللي هم
عربي يعني. نشوف كده ترانزيت دلوقتي هنختلف بقى انتو انجلش، هنقرا الجمله كده ونروح كده نشوفها ان شاء الله. بيقول يتعرض الناس في مصر للحوادث بسبب اهمالهم لقواعد السلامه التي وضعت لحمايتهم من الحوادث. طبعا دي كلها خاصه بترجمه الوحده 12. لو رحنا كده للترانسليشن، يس بيبول ان ايجيبت هاف اكسيدنتس، هنا معناها تعرض بقى ماشي. ممكن تقولها ترجمه حرفيه ار اكسبوز تو، بس هتبقى ترجمه مالهاش لازمه يعني. هي هاف يتعرض لحادث، يلقى حادث، هاف واشكالها كلها مع كلمه اكسيدنت. يبقى بيبول ان ايجيبت هاف اكسيدنتس ديو تو، بسبب نيجليكتنج او اجنورنج، اهمال او تطنيش يعني زي اللي بيحصل. نيجليكتنج او اجنورنج the rules of safety، قواعد الايه السلامه او الامان، set التي وضعت، set اصلها that are set او that have been set to protect them against accident، لحمايتهم من الحوادث. يبقى protect يحمي، بتاخد حرف جر ايه بقى against. طبعا انت ممكن الفيديو قدامك كنت تجيب بقى الحاجات دي تاني، احنا بنعمل فيديو يعني ساعه او اكتر شويه يعني على اساس ان احنا نلم ده كله. انت قدامك بقى ممكن تجيب الفيديو تاني والحاجات دي كلها عشان ايه لو راح منك حاجه كده في خلال الكلام يعني. اوكي نيكست. الزياده السكانيه احد اهم معوقات التنميه والتقدم في كثير من بلاد العالم وخاصه الدول الناميه. طبعا الدول الناميه تبقى developing countries، دول الناميه هتبقى الجمله بالشكل ده. overpopulation is one of the most important obstacles، يعني ايه بقى دي؟ عقبات. Overpopulation is one of the most important obstacles to development. لما أقول عقبة لي أخد حرف جر إيه؟ to development and progress، والتقدم in many countries of the world particularly، وبخاصة اللي بيسموها كلمة especially the developing ones اللي هي الدول النامية. 3 تطلع شعوب العالم إلى السلام والاستقرار stability. Stability الاستقرار عكسها instability اللي هو عدم الاستقرار. اللذين تهدهما النزاعات disputes يعني لتسود العالم او اجزاء كثيره من العالم واهمها منطقه الشرق الاوسط اللي هي ميدل ايست اريا. هنشوف كده شكل الترجمه هيبقى ايه. The people of the world aspire to، يتطلع الى، انت نسيتها aspire to، ممكن look forward to ماشي، long for يتوق الى، يرن تو برضو يحن الى، كل ده صح. اسباير تو لو نسيت ده كل ده بقى وونت مثلا. اسباير تو بيس اند ستابيليتي، السلام وايه والاستقرار. ثريتند باي يعني الذي يهدد عن طريق، ثريتند اصلها which are threatened by disputes. طبعا disputes اللي هي النزاعات هتقابلنا الوقت الثاني. ذات بريفيل، دي بريفيل بقى دي معناها تسود او تسيطر او تهيمن على. ذات بريفيل many parts of the world most importantly والاكثر اهميه the middle east area اللي هي منطقه الشرق الاوسط. كل عام يفقد الملايين من الناس ارواحهم اثناء محاولتهم عبور المتوسط للهجره الى اوروبا املين في حياه افضل. every year دايما الظرف بتاعك تجيبه في اول الجمله او في الاخر، مش في نص الجمله زي ما هو موجود بالعربي يعني. Every year millions of people ده فاعل lose their lives يفقدوا حياتهم. طب من نسيتها مثلا die it's okay. كل ده صح. fall to their death breathe their last lose their lives trying to في المحاولة to cross the Mediterranean طبعا البحر المتوسط Mediterranean Sea to immigrate للهجرة to immigrate to Europe for the hope of آملين for the hope of ممكن اقول for the hope of او hoping to او hoping for صح برضه for the hope of a better life طبعا من اجل حياه افضل. يختلف احتفال الناس بالمناسبات المختلفه باختلاف ثقافتهم اللي هي culture وعاداتهم customs وطرق التفكير اللي هي ways of thinking. yes people vary vary يعني تختلف دي فعل ما اقولش people different ممكن تقول people are different are different verb to be مع are مفيش مشكله ولكن ما ينفعش اقول ايه people different تبقى غلط طبعا. يبقى people vary people differ differ برضو كفعل. celebrating في الاحتفال اصلها people differ when they celebrate مش مشكله.
people vary celebrating different occasions في الاحتفال به المناسبات due to their different cultures, customs, and ways of thinking طرق التفكير. يجب أن تقوم المؤسسات الكبرى بالاستثمار في البحث العلمي، طبعا الاستثمار اللي هو investment، بحث العلمي scientific research لمساعدة الدول على تطوير استفادة المجتمع من النتائج، وطبعا الاستفادة تبقى الفعل منها ايه؟ يستفيد زي ما احنا واخدين الكلام ده. آخر جملة هنا، corporations للمؤسسات الكبرى، corporations الشركات الكبرى اسمها corporations اللي هي big و great و massive companies زي مثلا مايكروسوفت. corporations ought to invest، يجب عليها أن تستثمر. هو بالعربي بقول لك يجب عليها أن الاستثمار، أنت بتاخد ought to عاوز فعل زي ما شرحنا يعني بفكركم اللي احنا كنا بنقوله. corporations ought to invest in scientific research بحث العلمي to help the government develop it تطورها يعني and benefit to feed the society from its results من نتائجها. دول طبعا الست جمل اللي مخصصين به الجزء الاول، احنا بقى كده اخذنا ست جمل واخذنا ست جمل اللي هم عربي وانجليزي يعني. let's move to the exam. طبعا الامتحان احنا بنشتغل دلوقتي grammar، الخاص درس النهارده بيتكلم عن reported speech كلام الغير مباشر واللي هو الخاص بالquestions الاسئله احنا اخذناه قبل كده هنعيده تاني، احنا بنتكلم دلوقتي بحاجات مهمه جدا. we use a for stopping small fires so it's necessary in a kitchen. احنا المفروض بنستخدم ايه؟ ممكن نكبر لكم شويه كده يعني. yes we use a for stopping small fires so it's necessary for a kitchen. heater, fire extinguisher, fridge, conditioner مهم جدا في المطبخ عشان نوقف الحرائق الصغيره. yes fire extinguisher اللي هي طفايه ايه بقى؟ الحريق. محمد asked if he tamers bin، محمد كده بيسال if he tamers bin if he can borrow has borrowed borrowed could borrow. نركز بقى فعل الكل في الماضي. اوكي ما فيش ما يحول تحويل، يعني ما فيش ما يحول يعني ما فيش ما يمنع ان انا احول. يعني امتى بحولش الزمن ولا الظرف؟ لو الجمله تعبر عن facts حقائق، او فعل الكل ده هو مضارع، او الكلام اتقال a short time ago منذ فتره وجيزه، او محلات اف الحاله الاولى والثانيه والثالثه، الحاله الصفريه والثانيه والثالثه، الاولى بتتحول لايه؟ للثانيه. هنا احول بقى يبقى استبعد المضارع كان has. طب اخد برد ولا كود برو؟ يعني محمد بيسال يعني هل هو يقدر يستخدم تامر زبن؟ يبقى لازم اجيب اصل الجمله، ما اعرفش اجيب اصل الجمله يبقى احلها غلط. محمد اسكت اف، يبقى الجمله مربوطه هنا بايه؟ باف، يبقى المفروض كانت تبدا بايه؟ بيس نو كويستشن، يبقى سؤال يعني سؤال بيس نو، اجابته بيس نو. الجمله دي دلوقتي غير مباشر، اف هي تامر زبن، هل يقدر يستخدم القلم بتاع مين؟ تامر، يقدر يستخدم القلم، يبقى المفروض محمد كان يقول ايه بقى؟ can I use Tamer's pen؟ أنا يعني أحاول أكتبها لكم برضو هنا عشان تبقى واضحة هنا أصلها كده إيه؟ can I use Tamer's pen؟ دي مباشر طبعاً هي can. can I use تامر زي ايه؟ بن. ده المفروض الجمله بالشكل ده. يعني الجمله اصلها بالشكل ده. كان اي يوز تامر زي بن. طب لما اجي بقى هنربط هنا بايه؟ هنربط باف او وذر. يبقى اللي بيتكلم هنا محمد، يبقى محمد اسكد زي ما احنا اشتغلناها الوقت اللي هي في الجمله، يبقى محمد فعل الكول اسكد. يعني ايه؟ بحاول اجيب لكم بقى من الاول خالص يعني. يبقى اصل الجمله كده محمد ايه؟ اسكت. نربط هنا ايه بقى؟ اف هي، يبقى انا دلوقتي اخدت فعل الكل اهو اسكت، بدات بالقائل اللي هو محمد، وبعدين ربطت باف، وبعد اف خدت هي، يبقى ده رابط وتحويل ضمائر. عاوز تحويل ازمنه بقى، كان دي هتنزل تحت بايه؟ تبقى كود يوز واكمل الجمله زي ما هي. يبقى
محمد اسكت اف هي كود يوز، ده اصل الجمله كده. ماشي، طيب المفروض بقى الجمله دي هيبقى شكلها ايه؟ ناخد هنا ايه بقى؟ اف هي كود بورو. طبعا هي بورو مش يوز، انا كتبتها يوز في الشرح، المفروض ايه؟ بورو. يبقى دلوقتي بنتكلم عن البشر غير البشر في حاله اسئله اللي هي يس نو او دبليو اتش. اكسبيرتس ادفايز افري كمبيوتر يوزر، يعني كل مستخدم كمبيوتر، تو هاف هيز فيت اون ذا فلور، وانت شغال على الكمبيوتر لازم رجليك تكون ايه بقى؟ على الارضيه، فلات. يس، طبعا مسطحه او مستويه. مودرن كمبيوتر، مودرن تلفزيون كان اوتوماتيكالي يعني بشكل اوتوماتيكي، يعني عكسها مانوالي، ادجاست ذا اوف ذا سكرين. التلفزيون الحديثه كده ممكن انها بتعدل يعني لمعان الشاشه او السطوع، يعني حاجه ايه ذاتيه. يبقى ناخد ايه بقى؟ ذا برايتنس اللي هو لمعان او سطوع. ثيكنس اللي هي الكثافه، كلنس النظافه، سلونس اللي هو البطء. مروان wanted to know، ده الفاعل اهو. طبعا جمله وجمله، تلاقي جمله فوكاب، جمله فوكابلري، فوكابلري اقصد، وجرامر. wanted to know زي فوق اسكت بالظبط، والرابط هنا ايه؟ وات. يبقى الرابط هنا وات، كان الرابط هنا ايه؟ اف. يبقى دي نو دي دبليو اتش. مروان wanted to know what I of the new film، كان عاوز يعرف رايي ايه في الفيلم. what I، يبقى المفروض ده غير مباشره، احول، استبعد كل الايه؟ المضارع. استبعد بي، دي غلط خالص، واستبعد دي، دول بره الاختيارات، دول اكسكلودد. اخد بقى ثوت ولا وات ثينكينج. يبقى هو كان بيقول لي بقى ايه رايك في الفيلم، كان بيقول لي ايه؟ زي اللي فاتت بالظبط، يعني احنا عاوزين برضو ايه؟ نبقى فاهمين الجمله مش حافظينها. يعني هو المفروض كان بيقول لي ايه؟ نفكر كده. وهو بيسالني كان بيقول لي بقى وات يس دو يو ثينك، وبعدين ايه بقى؟ اوف ذا فيلم، ايه رايك في الفيلم؟ ماشي، يبقى انا كان عندي في الجمله ايه بقى؟ دو، كان عندي في الجمله دو، وكان عندي في الجمله ثينك. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ القاعده بتقول دو داز وديد تحذف. لو عندي دو او داز احذفها واحط الفعل ده اهو، موضوع بسيط. يعني المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا هشيل دو وثينك تبقى ثوت. طب نروح كده بقى للجمله بتاعتنا، ها؟ يبقى وات ايه بقى؟ وات اي ثوت. يس، وات اي ثوت اوف ذا نيو فيلم، اللي اصلها وات دو يو ثينك اوف ذا نيو ايه؟ فيلم. All the people، افضل اجابه، افضل حاجه، زي ما انا بقول كده في المشروع والمشرح، حتى وانتوا بتكرهوا هنشرح، نجيب اصل الجمله، الـ actual words of the speaker، الكلام الفعلي المتحدث. ان انت دلوقتي تحل جمله وتراجع، تعرف اصلها، ما تغلطش فيها بقى تاني. All the people can suffer from، ممكن يعانوا من ايه؟ because of any wrong position. لو اي قاعده خطا، اي جلسه خطا، هيعانوا من ايه بقى؟ باك دي يعني عن الظهر، باك انجري، اصابات الظهر. فاكرين ال RSB repetitive strain injury، يبقى back injury اصابات الظهر كده because of wrong position اللي هي الجلسه او الوضعيه الخاطئه، افضل ترجمه لها الوضعيه الخاطئه. mom asked who، طبعا ده ماض اهو، asked والرابط هنا ايه؟ who. some more yogurt ice cream، مين اللي عاوز كده زبادي كده يعني yogurt ice cream. wanted wants has wanted was wanting. طب كانت الام بتقول ايه بقى؟ الام في المباشر كانت بتقول هي هو wants، من يريد، مين اللي عاوز كده ياخد زياده. يبقى wants دي لازم تكون ايه بقى؟ wanted. يبقى كان اصلها هو wants more ice cream، يبقى هو wanted. The boss asked the workers، the boss asked ماضي بسيط، the workers if they enough time to finish their work، المدير او رئيس العمل بيسال الوركرز عمال هل عندكم وقت كافي لانهاء العمل. طيب انا عندي الرابط هنا اف، واحول يبقى استبعد ايه؟ زي ما احنا قلنا الوقت، استبعد ايه وبي، مش عاوز مضارع. if they were having ولا if they had had. طب انت الوقت عندك اثنين ماضي، ما عرفتش تجيب اصلها، تحلها غلط. طب كان المدير بيقول ايه للعمال؟ هل عندكم وقت لانهاء هذا العمل؟ كان بيقول لهم do you have،
بتعمل لهم ايه؟ do you have زي do think من شوي، يبقى اشيل do او does واحط have ايه بقى في الماضي، يبقى نقول ايه بقى if they enough time to think. هو ما جابلاش هنا had، يعني the boss asked the workers if they enough time to think to finish their work. يعني هو المفروض في الصح بتاع الجمله يكون had بس، المفروض يكون had واحده بس، ما جابش ناخد ايه بقى had had، يعني كان اصلا بقى do you have، المفروض did you have enough time to finish your work، هل كان عندكم وقت، يعني المفروض كان بيسالهم فين في الماضي. طبعا لو جاب لنا had هنا كنا ممكن خدناها برضو، يعني اصل السؤال do you have او did you have، طبعا ما جابش هنا had فناخد ايه بقى had had، يبقى هذا كان اصلا ايه بقى، كان اصلا السؤال كده هل كان عندكم وقت في الماضي، يعني يبقى كان بيقول لهم ايه بقى did you have enough time to finish your work، هل كان عندكم وقت عشان تنهوا العمل ولا انتوا كنتوا يعني مضغوطين. يبقى كان البوس بيسال بدو ولا 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 ولا, ولا بديد، بيسال بديد عشان بقى الصح بتاع هاد هاد. يبقى كان اصله ايه بقى ديد يو هاف، يبقى لما كان ديد احط الفعل في الماضي البسيط، يبقى نحط هنا الفعل في الماضي التام اهو هاد هاد. اسامه wants to know if احمد the next group leader، رقم 9 مهمه. بقول اسامه wants، خلي بالك بقى wants ده مضارع، يبقى مش هتحول الزمن ولا الظرف، مش هتحول، يبقى wants، يبقى اجيبها زي ما اتقالت في نفس الزمن. wants to know if احمد the next group leader، if احمد was going to be، is going to be، was ولا has been. طبعا انا بستبعد الماضي بقى، يعني هنا بقى العكس، انا بستبعد هنا was خالص، واستبعد هنا ايه بقى was برضو، اخد بقى is going to be ولا has been، هل هو هيبقى the next group leader، هيبقى هو قائد المجموعه الجديد، يبقى الصح يبقى is going to be. اصلها ايه بقى، على فكره اصلها مش is going بس اصلها مضارع برضو، اصلها بقول اسامه wants to know، يبقى اسامه says او asks is احمد going to be the next group leader، يبقى كان اصلها is احمد going to be right. اسامه wants to know if احمد، طب لو اسامه بيسال احمد كان بيقول له are you going to be، وصح برضو. When I told her about the new price of the mobile، لما قلت لها يعني سعر الموبايل الجديد، she didn't even، even يعني حتى بين المبالغة، هي حتى shout blink hurry cry، إيه اللي واخدونه النهاردة blink يرمش، يعني ما اتكلمتش خالص، يعني there was silence surprise shock صدمة، كأن الحاجة غالية. Michael became a partner of the family، أصبح كده شريك في العيلة يعني of the family company on reaching the age of، لما وصل سن childhood teenage majority minority، طبعا majority معناها الايه الاغلبيه right الوسط يعني. I'm really unlucky، بقول كده انا لست محظوظ. انت بتاخد هنا كوتشن تاج على ايه، على ام، بس كوتشن تاج على ام هنا غير غير منتظم بمعنى انشاز، يعني ايام بتبقى aren't، ايام بتبقى aren't I، اليس كذلك. The man me what time it was، خلي بالك فيه هنا بيختبرك ايه هنا بقى، بيختبرك فعل الكول، اقول the man said me told me asked to me wondered me، احنا قايلين me ده مفعول، المفعول ده هو بيجي معاه يا اما told، ركز معايا كويس، يا اما told دي يا اما wondered، لان asked جه وراها دلوقتي to تبقى غلط، يبقى انا بستبعد said وبستبعد asked، او بقى told me ولا wondered me، هي wondered بيجي وراها مفعول، لا طبعا، يبقى ناخد told me. the man told me what time it was، يعني الراجل ده ممكن طالب كده يقول لي ايه، هي مش هي المفروض what time هنا، يعني يعتبر مربوطه، المفروض تكون سؤال، هو قال لي الوقت، يعني الراجل ده اخبرني بالوقت مش سالني، يعني the man told me what time، طبعا تمشي برضو the man asked me what time it was، واحد بيسالني او واحد بيقول لي، هنا هو اللي اخبرني بالوقت قال لي الساعه كام، يعني the man told me what time it was، تمشي برضو the man asked me بس من غير تو، لذلك هو جابها تو عشان تبقى غلط هنا. he wondered to invite كريم to the party or not، wondered يعني تساءل، طبعا ما بيجيش بعدها مفعول، بيختبرك هنا فعل في 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 الرابط. he wondered تساءل where to invite، if to invite، how to invite، whether to invite or not. طب احنا قلنا واحنا بنشرح كده ان if بتساوي whether، صح؟ اه، بس whether هنا
دي هي اللي صح. حد يعرف ليه بقى؟ لان في كلمه اور نوت، لو في الجمله كلمه اور نوت تاخد وذر رايت، سواء هندعي كريم ولا لا، يبقى لما يكون كلمه اور نوت هنا ناخد ايه بقى؟ وذر. هي اسكد وات كان اي دو، هو سال اعمل ايه. ده على فكره مباشر، مباشر يعني سال نفسه. هي اسكد ايه بقى؟ سهله جدا، هي اسكد ايه؟ هيم سيلف. شي اسكد هيم اف هي، شي اسكد هيم اف هي انذر بيس اوف كيك اند هي اكسبتد. يعني سالته كده، هل هو عاوز انذر بيس اوف كيك؟ وهو وافق. اف هي وود لايك، لايكس، لايكد، ولا واز لايكينج؟ طب كيف بتقول له بقى؟ She asked him if he another piece of cake. كيت بتقول له do you like another piece of cake ولا would you like؟ لا would، والماضي من would زي ما هي. لما نيجي نعمل offer يا اخوانا عرض، ما اقولش بقى do you like. do you like هل تحب شيء بس بشكل عام. do you like English؟ do you like traveling to Europe؟ امال لما واحد كال اكل، ركز معايا معايا، كال a piece of cake وانت بترد عليه حاجه تاني، ما اقولوش بقى do you like، اقول له بقى would you like another piece of cake. يبقى لما يجي لك بقى would، يبقى الماضي منها زي ما هي، الافعال الناقصه مالهاش شكل ثالث. لما يجي لك would زي ما هي would، would او could او might. اوكي، دي احنا كده رجعنا على الفوكاب وعلى الغير مباشر في الاسئله يعني. Let's move to the comprehension، قطعه فهم كده بسرعه. بقول imagine how life could be on earth، تخيل كده شكل الحياه على الارض without modern technology، بدون التكنولوجيا الحديثه هيبقى شكلها ايه. imagine how you could do your daily life routine، ازاي تعمل نظام العمل اليومي بتاعك without، بدون home appliances. appliances يعني ايه؟ اجهزه منزليه and internet، وبدون الاثنين دول. some people argue that it's a double edged weapon، البعض بيقول الانترنت دي والاجهزه دي double edged weapon، فاكرينها طبعا من الترجمه، سلاح ذو حدين. In today's modern society, the internet is a very educational and productive tool. يعني هي أداة تعليمية ومنتجة، الإنترنت. In order to become knowledgeable، لكي تكون واسع المعرفة، knowledgeable and stay well connected، وتبقى على اتصال عشان تكون على قدر المعرفة باللي بيحصل حواليك، لازم تكون well connected. Without technology, some individuals، بعض الأفراد، couldn't function throughout their day، ما يقدروش كده ينجزوا اعمالهم. function throughout their day. many people use it for، بعض الناس طبعا ادعى على الانترنت، الناس تستخدمها for business purposes، لاغراض الاعمال، اعمال التجاريه يعني. while others use technology in order to communicate on social networking sites such as Twitter or Facebook despite the beneficial، بالرغم من beneficial users اللي هم نقول مثلا مستخدمين المستفيدين. بريديتورز يعني الهاكرز اللي هم مقتحمي الكمبيوتر، اللي هم ممكن يعني بيدخلوا كده يعملوا خلل في السيستم او حاجه، او ياخدوا فاينانشال انفورميشن، معلومات ماليه خاصه مثلا بالكريدت كارد او كده. بريديتورز اوفن ابيوز اتس باور، كلمه ابيوز يسيء استخدام، زي ميس يوز بالظبط. ذيس تول بوتس كونسيومرز، بيقول الاداه دي بتضع المستخدمين ات ريسك، في خطر. for identity theft، ممكن يسرقوا كده بطاقة الهوية، سرقة بطاقة الهوية، throw scamming or even hacking اللي هو اختراق الكمبيوتر. طبعا السكام هنا يقصد بقى حاجات اللي هي الايه، الرسائل الوهمية الخادعة. سايبر كرايم، تترجم ايه يا اولاد سايبر كرايم دي؟ الجريمة الالكترونية. شوفوا بقى، اكتر سؤال بيجيب لغة هو السؤال اللي الناس كده بتطنش كده، اللي هو قطعة الفهم. اوكي بتتعب فيها شويه بس هي كده. سايبر كرايم يعني الجريمه الالكترونيه. از اني illegal اكتيفيتي، هي اي نشاط غير شرعي committed on the internet، يتم ارتكابه على الانترنت. ده تعريف سايبر كرايم. that uses a computer as its primary means of theft، theft اللي هي السرقه. through identity theft a predator without someone's knowledge، بدون معرفة الشخص، ما انت قاعد على النت كده وبعت لك رسالة انت بترد عليه او حاجة، بتبقى فيه مشكلة، بياخد كده معلومات كتير عن الكمبيوتر بتاعك. without someone's knowledge acquires data، بيكتسب كده data اللي هي معلومات and use it to commit، بيستخدمها عشان يرتكب fraud. fraud
اللي هي عملية النصب والاحتيال fraud. شوف بقى كم كلمة طلعتهم من القطعة دي. It's often difficult to catch. صعب جدا للشرطة انها تلقي القبض على cyber criminals اللي هم مجرمين الالكترونيين يعني. ليه؟ Because the internet makes it easier for people to do things from any location. ممكن يقوموا بالجريمة دي من اي موقع. On the globe. Globe هنا يعني على كوكب الارض. Globe. الكون. Predators use methods such as بيستخدموا أساليب زي spam advertisements إعلانات وهمية يعني and even funny programs that have viruses وممكن برامج محملة بإيه بالفيروسات. نروح كده الأسئلة. Well, the idea of the passage is فكرة الباسج هي إيه؟ الفكرة دي لازم تحتوي على كل مضمون القطعة مش على جزء واحد. هل هي the internet is a very educational and productive tool؟ الإنترنت دي أداة تعليمية ومنتجة. The internet and cyber crimes. The internet advantage and disadvantage. ولا the internet as a means of communication. إيه الفكرة اللي بتحمل كل محتوى؟ طبعا اللي هي نمبر سي. The internet advantages and disadvantages. نتكلم عن عيوب والإيه مميزات. According to the passage, people who use the internet for. بقول طبقا للقطعة اللي انت قريته. الناس تستخدم الانترنت لإيه؟ For business, اتقالت. Communication, yes. قالت برضو mentioned. Scamming and hacking للاختراقات, yes. يبقى الصح يبقى all of these. تكون حذر جدا بجد اسئله من دي. طب predators معناها ايه؟ hackers, hatchers, customers, traders. طبعا هم الهاكرز مخترقي الكمبيوتر. The best sentence, افضل جمله that summarizes the passage اللي هي بتلخص لنا اللي جه في القطعه هي ايه؟ يعني حاول كده تخمن ايه الجزء اللي ايه يعتبر تلخيص. Spam advertisements and funny programs are useful. Don't use the internet ever again. لا تستخدم الانترنت ابدا. We can't protect ourselves from cyber criminals. We can't do without the internet, but we should be careful when using it. ايه الفكره اللي بتلخص القطعه اللي هي نمبر ايه بقى؟ الصح نمبر دي. We can't do without the internet. لا يمكننا الاستغناء عن الانترنت. لا يمكننا الاستغناء عن الانترنت الا اننا يجب ان نكون حريصين عند ايه الاستخدام. رايت right؟ ده الجزء الخاص ب الجزء الخاص بايه ب اوكي. تكنولوجي از نوت جوينج تو ستاند ستيل جيف تو ريزونز. التكنولوجيا لن تقف, هتستمر كده دايما في نقول مثلا تطور. بولدي سببين, مش شرط بقى ان كل حاجه تتقال في التكست يعني. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تبقى يعني هنا اكسبتابل مقبوله زي السبب ده؟ هحاول يعني اكتب لك الشاشه شويه. يس بول, تكنولوجي is advancing at the time all the time. كلمة advance هنا بمعنى تتطور, يعني تكون كده تتطور طوال الوقت. is advancing all the time as people need it badly. الناس لما جت ترجمة بقى اقول في حاجة مسة اليها محتاجها بشدة. دي النقطة الاولى. اقول لك ادي سببين تكنولوجيا يعني هتستمر على طول. ليه؟ عشان سببين. ايه السببين؟ technology is advancing all the time as people need it badly. طب نمبر 2, countries compete. compete هنا بمعنى تتنافس. to be pioneers at all fields, لكي تكون الدول يعني لكي تكون pioneers يعني رواد في كافة المجالات. اوكي. طب mention two ways, اذكر سببين. to show how we could protect our data from predators. هات السبب من عندك كده. ممكن احنا نحمي بياناتنا من الهاكرز بريديتورز يعني. هات كده سببين. طبعا اللي موجود في التكست never give your personal details. never هنا يعني don't. never give your personal details, لا تعطي بياناتك الشخصية أبدا. طب دي نمبر 1. طب نمبر 2, never give the credit card number, لا تعطي اي شخص كريدت كارد نمبر. رايت, سواء بقى كان اعلان او كده
يعني وانت شغال على الانترنت. How can we overcome the abuse of the internet? Overcome هنا يعني يتغلب على، ازاي يقدر يتغلب على سوء استخدام الانترنت. كلمة abuse اللي هو سوء ايه استخدام، يعني تحس كده السؤال اللي فاتوا ده قريبين من بعض كده في النتيجة بتاعتهم. يعني don't use public wireless networks to pay bills or to do any bank activities. انت دلوقتي خايف على الاموال بتاعتك اللي معاك فيزا او حاجة، طب ازاي ان انت تتغلب على سوء استخدام ده؟ don't هنا زي never بالظبط كده نفس المعنى. don't use public wireless. wireless اللي هو شبكات wireless يعني اللي هي سلكية زي الواي فاي كده، ولكن public يعني مش بتاعتك، مش private. ده ممكن يبقى فيها الهاكرز، ممكن فيها فرود اللي هو النصب والاحتيال. يعني don't use public wireless networks to pay bills لما جيت تدفع فواتير، حاجة خاصة بالتعاملات الفاينانشال المالية. or to do أو لو أنت بتعمل any bank activities أي أنشطة بنكية. right؟ آخر سؤال هنا بقول how can you imagine your life without the internet؟ imagine تتخيل، يعني أنت ممكن تتخيل شكل حياتك إيه بدون الإنترنت. طبعا ده يبقى نستخدم هنا without والإنترنت، طبعا وده تاني يعتبر بديل الاف، ودي مستخدم فيها الحاله الثانيه. المفروض هيكون ايه الجمله دي؟ without the internet، بدون الانترنت life would be difficult and boring، صعبه ممله. we would live in isolation، هنبقى نعيش في ايه بقى؟ في عزله. right؟ دي ممكن الحاجات اللي كتب في السؤال الاخير. without the internet life would be difficult and boring، we would live in isolation. okay. هنا بقى الترانسليشن بيقول young people should appreciate، كلمة appreciate يقدر، their elders sensible advice. طبعا elders اللي هم كبار السن، sensible advice، sensible هنا يعني عاقل أو حكيم، and consult الاستشارة يعني. they are the outcome، كلمة outcome اللي هو ناتج أو نتاج أو حاصل، their experience in life، طبعا experience اللي هي التجربة الحياتية أو خبرتهم. يجب على الصغار تقدير النصيحة والاستشارة الحكيمة للكبار. هقولها تاني، يجب على الصغار تقدير النصيحة والاستشارة الحكيمة، لأن دي بتصف الاثنين، للكبار، فهي نتاج أو تحصيل، ماشي، ممكن أقول ملخص تمشي برضه، خبراتهم أو تجاربهم في الحياة. تؤدي النزاعات والحروب إلى آثار نفسية كثيرة على الأطفال، من أهمها فقدان الشعور بالأمان والخوف الدائم من المستقبل. طبعا النزاعات واخدنا من شوية disputes، نفسي psychological، فقدان اللي هي خسارة يعني loss، feeling of feeling safe أو feeling safety، الشعور بإيه؟ بالأمان، أو سيفتي نفسها من غير feeling، تبقى الجملة بالشكل ده. yes. wars and disputes، الحروب والنزاعات. wars and disputes lead to many psychological effects، اثار ايه؟ اثار نفسية on the children. some of their important ones are the loss، فقدان، ده النون من lose، of feeling safe and the continuous fear of the future، يعني الخوف المستمر من المستقبل. wars and disputes lead to many psychological effects on children. wars and disputes lead to many psychological effects on children. some of their important ones are the loss of feeling safe and the continuous fear of the future. طبعا الجزء الخاص بالايميل طبعا نبقى برضو واحنا في الاخر كده بنعمل مذكرة ونعملها برضو PDF كده.
خاصة بالإيميل والباراجرافز المهمة في المنهج. وهنا بقول له write an email to your friend سالم، طبعا الإيميل بيبقى to from subject telling him about your new school in the United Arab Emirates and about making new friends. إزاي تكون صداقات يعني هناك. When you moved there with your family, your name is عادل. كده احنا خلصنا الجزء او الوحدة ايه 12. الحصة الجاية ان شاء الله او الفيديو الجاي كل يوم يا اخوانا انا بنزل لكم حاجات جديدة، خلي بالكم يعني احنا برضو يعني اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مرة هون، وبنهي الحصة او السيشن الجلسة يعني بالكلمتين دول. احنا بنشتغل الفترة دي اونلاين، مفيش قدامنا الا كده. صعب جدا ان مدرس يجيب قدامه طالب اذا كانت المدرسة اتقفلت، الطيران اتقفل، احنا بقى يعني هنعمل حاجة ونبقى احنا قلقانين؟ يعني دي الحاجة بين الحياة والموت، يعني حاجة صعبة جدا. فالوقتي احنا شغالين، طيب احنا شغالين زي ما يكون قدامنا بالظبط، بنعمل فيديو زي ما يكون انت قدامي في الحصة. طب كل يوم بنزل أسئلة بي دي اف ترجم فيديو تعليمي يكون 10 دقايق ولا ربع ساعة، يعني كل يوم التطنش ده انا ما احبوش. انا قلت هو النهاردة اخر حاجة الفيديو ده بتاع الواحد 12 هتشوفه، هتعمل لايك وسبسكرايب بس عشان اتأكد ان انت يعني معايا، تعمل كومنت في القناة مش كومنت عندي على الواتساب، وتكتب اسمك. وزائد ايه كمان بقى الجزء الخاص بقطعة الفهم، لازم تدخل وتكتب اسمك عليه الصبح، هشوف الاسماء والكشف قدامي واللي موجود بس اللي هسيبه في المجموعه. احنا كده ما ظلمناش حد، احنا بقالنا شهر بالظبط كده بنحتال على الطالب عشان يشتغل معانا. ماشي، الحصه الجايه ان شاء الله نبقى الوحده 13، واقول لكم هنعمل ايه الفتره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.